ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، بليز ما تنسيش تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. والنهارده جايبه لكم مشتريات. بصوا، هي مشتريات وفي نفس الوقت الروتين الشتوي الجديد بتاعي. طبعا كلنا بنحتاج من وقت للتاني ان احنا نغير الروتين بتاعنا، سواء داخلين على الصيف سواء داخلين على الشتاء، لازم نغير الروتين بتاعنا بما يتناسب مع شكل الجو. وكمان حتى لو انت في الصيف فلازم تغيري الروتين بتاعك كل شهر، شهر ونص بالكتير قوي شهرين، او ممكن لما المنتجات تخلص. المنتجات بتخلص برضو في نفس الرينج، من شهرين لثلاث شهور، شهر ونص. كل ما منتج يخلص تجيبي منتج تاني يديكي نفس الافكت بس براند تاني عشان البشرة ما تتعودش على منتجات معينة. تمام، يلا بينا نبدأ. مبدئيا كده هنبدأ يعني بأول حاجة، الغسول. الغسول الجديد بتاعي اللي انا لسه مشترياه هو غسول، بس عشان كان في التلاجة فمتلج، غسول ايفا بالجليسرين. هو غسول للوجه ومزيل للمكياج. ده مش غالي خالص خالص، 150 ملي، كميته كبيرة جدا جدا جدا. حلو معايا لحد دلوقتي. الوصف بالظبط يعني الريفيو كامل عنه هيبقى في فيديو مخصص ليه هو والكريم المرطب اللي بستخدمه في الوقت الحالي. اللي خلاك يا ميرا تجيبي بالجليسرين، يعني غسول ايفا بالجليسرين، وانتي بشرتك دهنيه او مختلطه مايل للدهنيه، هقول لكم في فيديو الريفيو بتاعه هو والكريم المرطب. يبقى اول حاجه بستخدمها الغسول ده. تاني حاجه وهي التونر، والتونر اللي بستخدمه انا ستيل بستخدم تونر خل التفاح عشان ده اكتر حاجه نفع مع بشرتي، لان بشرتي بتطلع حبوب صيف شتاء. تمام، بعد كده هننتقل لمرحله الكريم المرطب. كريم المرطب اللي انا بستخدمه في الوقت الحالي هو ده جونسون، اللي هو بالجليسرين. ده كريم جونسون بالجليسرين اللي هو الحجم الكبير بتاعه ده ب15 جنيه. ليه يا ميرا جبتي ده؟ هقول لكم ليه برضو في الريفيو بتاعهم. اول، انا لسه يعني ما استخدمتوش غير 3 مرات، هو احلى حاجه عجباني في لحد دلوقتي ريحته. ف يعني اللي جرب الحاجات دي كده يقولي تحت في الكومنتات، عشان انا قلقانه بصراحه من كريم جونسون، لان انا يعني مكتوب عليه بودي كير اللي هو كريم للجسم، فانا خايفه بصراحه. اللي جربه يقولي. يعني انا 3 مرات بس، الاتنين كده دول هعمل لكم ريفيو عليهم اول ما اخلص على الاقل شهر شهر ونص من استخدامي اليوم. تمام، نيجي بقى للحاجات التانيه. انا برطب تحت عيني بده في النهار بانسينول، لسه مخلص من عندي. وبالليل قبل ما انام برطب بفازلين. تعالى ننتقل، بس هقول لكم دلوقتي هننتقل بس لبقيه الحاجه. احتجت كريم تفتيح الايام دي عشان عندي اثار حبوب في وشي فعايزه افتحها. بستخدم كريم يوكو، وده هعمل لكم ريفيو خاص بيه، يعني الكريم ده بالذات هعمل لكم ريفيو، استنوا الريفيو بتاعه لانه كريم وهمي اهو. ده شكله من جوه اهو. تمام، فبستخدم كريم التفتيح ده، دخلت لروتيني كريم تفتيح. يعني انا مش بستخدمه كل يوم، المفروض يستخدم مرتين في اليوم. انا مهملة في حكاية ان كل يوم بستخدم حاجة، يعني انا ممكن استخدم ده يوم ده يوم ده يوم كده، انما كلهم مع بعض في نفس اليوم بحس ان اوفر اوي على البشرة. تمام، طبعا بحتاج يعني الايام دي بالذات بحتاج ترطيب ليلي عميق للبشرة، فبستخدم ماسك النوم ده، من ده اللي اشتريته قريب وريتهولكو. ده ماسك ليلي اللي هو الكوري اللي بالافوكادو، وقصدي بالكيوي والحلزون. هو من جوه جل كده، بصوا اهو ده شكله. تمام، هحاول احط لكم
رقم البنوتة اللي انا جايبة منها الحاجات دي في الديسكريبشن بوكس، كلموها قولولها احنا من عند ميرا. تمام، قولولها احنا من عند ميرا مرون، وهي ايه اليوتيوبر ميرا مرون، وهي هتعرفني على طول وهتعمل لكم كمان خصومات كبيرة جدا، وكمان هتعمل معاك واجب يعني، وهترد عليكم بسرعة عشان هي ساعات بترد ببطيء. بصوا بقى، كنت جايبة السيرم ده بس عشان مفتوح استقفله كويس. جبت السيرم ده من ماركة كاريت، ده بيتش ماسك. بصوا ده ماسك مسترايزنج سكين، ده بيرطب البشرة، هو اويل كده شبه الاويل يعني تقيل شوية. انا كنت جايباه من باب التجربة يعني، لو لقيت الكبير منه هجيبه بصراحة عشان عاجبني. جايباه كده عادي يعني زي عينات. وفي ده الماسك الليلي برضو من نفس الماركة، من ماركة كاريت تقريبا. انا قطعت الحتة دي فما مش يعني مش عارفة، هعمل لكم برضو ريفيو عنهم بعد ما يخلصوا، بس بقى مع منتجات خلصوا، لاني مش هقدر اعمل فيديو كامل عن الحاجتين دول، ممكن ادخلهم مع ده. تمام. طبعا قبل ما انام لما بحط الماسك ده على وشي، بقوم جاي حاطه ده على عيني. الفازلين طبعا تحت عينيا وفوق عينيا حاجة أساسية معايا، انتوا عارفين طبعا ده ما اقدرش يعني اقول فيها حاجة، حاجة أساسية. ده بقى لسه شارياه، طبعا طبعا اكيد هعمل لكم ريفيو عنه. ده سيرم بالأرجان اهو، ده شكله من جوه، ده بيقلل تساقط الشعر. ده جايباه بدل ليندو سبراي ليندو. بصوا احلى حاجه فيه انه جاي معاه دي طريقه الاستخدام اهو. طب انا اكيد مش عارفه هيعمل النتيجه المبهره دي ولا لا، بس يعني انا هجربه اكيد لو لقيت منه نتيجه زي كده، عشان انا بعاني من تساقط الشعر الايام دي بسبب الشتا بقى، وشعري بيتقطم يعني بيتقطم جامد، فهجربه ولو لقيته حلو اكيد هقول لكم عشان تجربوه. تمام، بس يا حلوين ده كان الروتين. استنوا بس كده نعمل حاجه حلوه عشان يا لهوي، عشان ايه كل حاجه كده تبقى قدامكم. ده كده الروتين الشتوي الجديد بتاعي عشان احمي بشرتي واقدر ان انا اخلي فيها نضاره وترطيب وتبقى منوره كده طول الشتاء، ما تبقاش بهتان وفيها شحوب. اهم من كل ده طبعا اكيد شرب الميه في الشتاء. بس استنوا يا لهوي، نسيت اوريكم ده، جبت حمام كريم لوفيا اهو، خلينا نحطه هنا. حمام كريم لوفيا حبيت ان انا اجربه كده عشان اقول لكم ريفيو عنه. بنات كتير قوي شكرت في الاكياس ما شكرتش في العالم، فانا هجرب الكيس برضو واقول لكم الريفيو بتاعي عنه. يلا باي، واستنوني في فيديو جديد.